بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. تعالوا النهاردة من مطبخي نعمل طبق بصارة بطعم إنما إيه حكاية. المكونات: نص كيلو من الفول المدشوش، بصلاية متوسطة، 7 فصوص من الثوم الصحيح، ثمرة فلفل حامي أو شطة، حزمة كزبرة، نص حزمة شبت، معلقتين سمن وزيت، معلقتين من النشا، ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، نعناع ناشف. النعناع والكمون للناس اللي بتشتكي وبتعاني من تناول البقوليات وبيقولوا بيعمل لنا انتفاخات او كذا، عايز اقول لكم ان اضافة النعناع والكمون اولا بيدي طعم جميل جدا لطبق البصارة، ثانيا بيخلصك وبيخلصك تماما من اي شعور بالانتفاخ. نيجي بقى للطريقة. عندي أول حاجة بعملها، طبعا بجيب الفول بغسله كويس جدا الأول بعد ما بنقيه، وبنقعه في المية مدة 6 ساعات. بعد 6 ساعات بحط الفول على النار يغلي، وطبعا كل ما الريم بتظهر بشيلها. هجيب بقى المكونات، الخضروات كلها اللي عندي، البصل، الكزبرة، الشبت، هقطعهم لمكعبات واضيفهم للفول مع فصوص الثوم والفلفل الحامي او الشطة. هتبل كل الكلام دوت بالتوابل بتاعتي: ملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، النعناع، واترك كل المكونات دي على النار حتى تمام النضج. طبعا بكون مجهزة من قبلها البصل المقرمش الجميل اللي انا كنت عملته لكم في فيديو سابق، ان شاء الله هترك لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. باخد معلقتين من الزيت اللي حمرت فيه البصل دي وبضيفها للبصارة عشان تديني اللمعة الجميلة اللي بتظهر لي على البصارة لما باجي اغرفها. برفع البصارة من على النار بعد تمام النضج، اسيبها تهدى شوي، وبعد كده بضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. برجع تاني برجعها على النار مرة تانية، وبحل النشا عندي في شوية من المية، شوية صغيرين، وبعد كده بضيفها للبصارة علشان تديني قوام. عايز اقولكم ان انا ممكن استغنى عن الخطوة دي، يعني اللي حابب ان البصارة تبقى في صورة سايلة شوية. بعد كده بعد ما اضفت النشا وحصلت على القوام المطلوب، بصب البصارة اللي عندي في الاطباق. نيجي بقى للخطوة الجميلة بصراحة اللي أنا بحبها في الوصفة كلها، وهي النعناع المحمر. جربوا كده الطريقة دي اللي هقول لكم عليها أو الخطوة دي. أنا بجيب عندي معلقتين كده حلوين من السمنة، وبحمر فيهم 3 معالق من النعناع الناشف. خلي بالكم انا بحمر بس النعناع، ما بضغطش عليه في التحمير علشان خاطر ما يتحرقش مني وما يمرر ليش الاكل. بجيب النعناع اللي انا حمرته في السمنة دوت وبرشه بالمعلقة على اطباق البصارة. عايز اقول لكم ان الخطوة دي فعلا بتدي ريحة وطعم لطبق البصارة ولا اروع. اخيرا الخطوة الاخيرة اني بجمل الطبق بتاعي بالبصل الكريسبي الجميل وبقدمه مع العيش المحمص، ويا سلام على فص ليمون كمان بيبقى الطبق ولا اروع من كده. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، القاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.